الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ نأكد مرة ثانية، الصوت واضح؟ اكتبوا اكتبوا يا شباب اللي واضح. إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله. اللي عنده محاضرة ممكن ينسحب يا شباب واللقاء يتسجل إن شاء الله، هنعمل إيه؟ يعني إحنا دخلنا برابط بديل والموقع الرئيسي ما كانش بيفتح، والإدارة اللي بعتت لنا رابط بديل، فيعني نتفهم الأمور دي كلها مع بعض يعني. على أي حال كنت بعت لكم يا شباب تكليف ذاتي ثالث، كان عبارة عن 10 أسئلة اختيار متعدد، مش هنحل النهاردة، هنحل المرة الجاية إن شاء الله. مع بعض فبلاش مش هنحله النهارده ان شاء الله عز وجل، المره الجايه اللقاء القادم الاسبوع القادم باذن الله نحله مع بعض. لكن خلينا النهارده نتواصل في الشرح مع بعض، وحد يفكرنا احنا وقفنا عند صفحه كام بالتحديد المره اللي فاتت في شرحنا. احنا طبعا اللقاء ده لنا العاشر، فاضل لنا لقاءين يعني ان شاء الله. وقفنا عند صفحه كام يا شباب؟ 54 مظبوط، في ناس متابعه وكويس، واحنا بالتالي وقفنا عند صفحه 54 وهنبدا نتكلم على ما يسمى بالنظام المالي في الاسلام، النظام المالي في الاسلام وفي صدر الاسلام وفي الاقتصاد الاسلامي. اول حاجه يا شباب احنا عايزين نعرف النظام المالي، ما هو تعريف النظام المالي في الاسلام؟ تعريف النظام المالي لاي دوله هو عباره عن مجموعه من القواعد او القوانين التي تعنى بموارد الدوله وطرق تجميعها واوجه انفاقها، يعني هو النظام اللي بيكون بيعتمد على مجموعه من القواعد بتحدد مصادر الايرادات العامه للدوله وتحديد اوجه انفاق هذه الايرادات في اطار منهج معين. اذا كنا هنتكلم على النظام المالي الاسلامي يبقى في اطار منهج الشريعه الاسلاميه. ليه بقى بنعمل الكلام ده؟ لتحقيق اهداف اقتصاديه واجتماعيه محدده. نعرف تاني النظام المالي. النظام المالي هو مجموعه من القوانين والقواعد التي تحددها الدوله لتحديد مصادر الايرادات العامه للدوله واوجه انفاقها في اطار منهج معين لتحقيق منهج الشريعه الاسلاميه طبعا، الا وهو الشريعه الاسلاميه لتحقيق اهداف اقتصاديه او اجتماعيه محدده. واضح يا شباب التعريف؟ يبقى عندنا مصادر الايرادات، وبعد ما بنجمع ايرادات تمثل ميزانيه الدوله نبتدي ننفق منها، وبالطبع لازم نعمل توازن ما بين النفقات والايرادات، لازم نعمل توازن ما بين يا جماعه النفقات والايرادات. ليه؟ لان لو النفقات زادت عن الايرادات يحصل ايه؟ لو النفقات زادت على الايرادات يحصل ايه؟ ما تكتبوا يحصل عجز، يحصل عجز في الميزانيه. واحنا مش عايزين عجز في الميزانيه. وبناء عليه يا شباب ده تعريف النظام المالي بشكل عام. ولكن التعريف ده بيحتوي على ثلاث اشياء، مجموعه قواعد قوانين، وايضا بيحتوي على كيفيه التجميع والبدايه او تحصيل الموارد والايرادات واوجه انفاق تلك الايرادات. قواعد وقوانين بتنظم ازاي نجمع الايرادات، نجمع ميزانيه الدوله منين وننفق على ايه. هو ده محتوى التعريف. فبقول لك ان بيت مال المسلمين في صدر الاسلام كان بيمثل الجهه المسؤوله عن النظام المالي في صدر الاسلام وفي بدايه الاسلام. الجهه المسؤوله عن النظام المالي زي وزاره الماليه حاليا كده، وزاره الماليه القطاع المالي في الدولة، وزارة المالية هي المسؤولة عن النظام المالي في الوقت الحالي، لكن في صدر الإسلام كان مين المسؤول عن الكلام ده يا شباب؟ بيت مال المسلمين. بيت مال مين؟ بيت مال المسلمين. يعتبر بيت مال المسلمين بالنسبة للدولة الإسلامية الجهة والمكان المخصص لحفظ أموال المسلمين. وبناء عليه عشان نحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بتاع النظام المالي ده بيعتمد بيت مال المسلمين أو السياسة المالية بقى في الحالة هي اللي ملوكه بتحقيق اهداف النظام المالي. وزي ازعاج هحاول اشوف الازعاج دوت ونحاول نحل مشكلته. ثواني. طيب يا شباب دلوقتي الصوت واضح؟ انا طفيت المكيف. ربما يكون صوت المكيف. ها كده الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ لا نتجاوب سريعا بقى الصوت واضح. طيب تمام نكمل مع بعض بقى يا شباب. طب المهم ان بيت مال المسلمين هو الجهه المنوطه بتحقيق اهداف السياسه او النظام المالي، تحقيق اهداف السياسه الماليه. وبناء عليه بتصبح السياسه الماليه بجانب السياسه النقديه هي اللي بتوجه الاقتصاد من وسائل معالجه بعض المشكلات الاقتصاديه زي التضخم والبطاله وارتفاع الاسعار وغيرها من المشاكل الاقتصاديه، وقد تكون مشاكل اقتصاديه اجتماعيه في نفس الوقت. يبقى اذا بقى هنعرف السياسه الماليه اللي هي مسؤوله عن تنفيذ اهداف النظام المالي. السياسه الماليه يا جماعه هي عباره عن ان الدوله بتستخدم الايرادات والنفقات وفق منهج معين
هو منهج الشريعة الإسلامية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة. وتعتبر الإيرادات العامة والإنفاقات العامة هما جناحين وركن السياسة المالية، يعني السياسة المالية لها جانبين كده أو لها قسمين أو لها جناحين، هما الإيرادات العامة والإنفاقات العامة، ولازم يبقى في توازن بين الاثنين. ينفع إن في طائر يطير بجناح واحد ولا لازم يكون في جناحين عشان التوازن؟ إحنا عايزين التوازن، عايزين الإيرادات تكون متوازنة مع الإنفاقات بحيث الإنفاقات ما تزيدش على الإيرادات، لأن الإنفاقات زادت يا شباب يحصل إيه؟ يحصل عجز في الميزانية. وبيتمان المسلمين عموما كان بيتقسم لعدة أقسام أو لأربع أقسام تحديدا، وهو كان بيتمان المسلمين مسؤول على النظام المالي والسياسة المالية في صدر الإسلام. وبعدين بقى مع الصوت يا جماعة من عندكم غالبا بقى، يعني لو في مشكلة في الصوت، الصوت اللي عندكم لأن زمان بيتكبر الصوت يا جماعة. على أي حال بيتمان المسلمين يا شباب، بيتمان المسلمين بينقسم لأربع أقسام أو أربع إدارات. أول قسم من الأقسام دي أو الإدارة والإدارات دي اسمها بيت مال الزكاة أو إدارة أموال الزكاة، إدارة أموال الزكاة أو بيت مال الزكاة، ويشمل جميع أموال التي تجب فيها الزكاة. يبقى زكاة أموال، زكاة مثلا ذهب، زكاة فضة، زكاة زروع، زكاة ثمار، زكاة تجارة، زكاة فطر، زكاة أنعام، كل أنواع الزكاة تدخل في القسم دوت اللي هو إدارة أموال الزكاة أو بيت مال الزكاة. أيضا القسم الثاني أو الإدارة الثانية اسمها بيت أموال الخمس أو إدارة أموال الخمس أو الأخماس، ويشمل خمس الغنائم وخمس المعادن وخمس المستخرج من البحار وإلى آخره. وهنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد كده، الغنائم هي إيه والكلام ده. كان القسم الثاني أو الإدارة الثانية هي بيت أموال الأخماس أو الخمس، أو بيسموها إدارة أموال الخمس، إدارة أموال الخمس. الإدارة الثالثة أو القسم الثالث بيسموه إدارة أموال الفيء أو بيت مال الفيء، يا ترى هو إيه الفيء؟ هنعرف بعد شوية. وإدارة أموال الفيء بدون بقى الفيء والخراج والجزية والعشور وليست العثور. العشور بالشين والعشور على غير المسلمين والضرائب اذا وجدت. يبقى اذا يا جماعه عندك المكتوب العشور، لا مش هي العشور، العشور العشور بالشين. ثم اخيرا القسم الرابع والاخير بيت مال المسلمين، الا وهو بيت مال الضوائع. بيت مال ايه يا جماعه؟ الضوائع. وهذا يحتوي على كل ما لا يعرف له مالك او وارث، كل ما لا يعرف له مالك او وارث يدخل في بيت مال ايه؟ بيت مال او اداره اموال الضوائع. قسم مسؤول عن حاجه من الضوائع مش لاقي صاحب، النقطه اللي غيرها يدخل هناك. أرض مش عارف منها مالك ولا وارث تدخل في بيت مال الضوائع أو إدارة أموال الضوائع في قسم أموال الضوائع في بيت مال المسلمين. وكل قسم الأقسام دي يا جماعة كان ليه الموارد الخاصة بيه وليه مصادر مستقلة وليه إدارة مستقلة، وكان ممكن يكون فيه فروع لبيت مال المسلمين الإدارات في مناطق أخرى. طول ما نتكلم على موارد بيت مال المسلمين أو الإيرادات العامة للدولة الإسلامية، يعني هنتكلم على جانبي السياسة المالية، جناحي السياسة المالية. يا ريت لو أنا أتكلم شوية بيكتبوا تعليقات مرتبطة باللي بنشرحه، اكتبوا حاجة تبين إن أنتم متواصلين وإن أنتم الأمور ماشية معاكم يعني. طبعا واضح إن العدد قليل يمكن بسبب مشكلة البرنامج ولا حاجة، ولا يمكن عشان البرنامج عمال يشوفنا حل للدخول، ناس كتيرة يمكن خرجت ولا حاجة، لكن على أي حال اللقاء بيتسجل ومفيش مشكلة عند أي حد يعني. يا ترى ايه بقى احنا بنقول السياسه الماليه يا شباب؟ بنقول السياسه الماليه معروف ان البرنامج ده اللي فيه مشكله، مش مشكله يعني اللقاء بتسجل يا شباب. بنقول السياسه الماليه ليها جانبين او جناحين كده، يعني ليها جانبين او قسمين، في ايرادات عامه وفي نفقات عامه. فلوس مجمعها وبعد كده تصرفها، بتاخد مرتبك وبعد كده تصرفه، ونفس القصه. فعندنا موارد بيت مال المسلمين او الايرادات العامه للدوله الاسلاميه خصوصا في صدر الاسلام بتحتوي على عديد من المصادر، واهم هذه المصادر واول مصدر شباب هو ركن الاركان الاسلام، وهو ركن الثالث من اركان الاسلام، وهو حاجه مهمه جدا مفيش اختبار بيخلو منها، الا وهي الزكاه. الزكاه تعتبر مصدر اصلي واساسي من مصادر الايرادات العامه للدوله في صدر الاسلام، ومن موارد بيت مال المسلمين. يعتبر سواء بقى زكاة نقود، زكاة تجارة، زكاة ذهب، زكاة العام، زروع صناعي، زكاة فطر، اللي كل ده بيدخل في بيت مال الزكاة او
المورد مهم جدا الا وهو الذكر. المورد الثاني يا شباب ده مورد اصلي، اذا كان مورد اصلي ولا استثنائي؟ مورد اصلي من موارد السياسه الماليه. المورد الثاني موارد ايرادات العامه للدوله اقتصاد الاسلام الفيء والغنيمه. الفيء والغنيمه والاثنين عكس بعض الحقيقه، لازم تعرف الفيء هو ايه والغنيمه هو ايه، ولا الاثنين عكس بعض. فلو قلنا ان الفيء عباره عن ايه كتعريف، هو كل ما يحصل عليه المسلمون او ما ياخذه المسلمون من غيرهم، من غير المسلمين يعني من الكفار، صلحا للغير قتال. هو ما يحصل عليه المسلمين من الكفار او من المشركين صلحا دون قتال ودون غزو ودون حرب، يعني بالصلح وبالتراضي كده. وده زي ده زي على كتير زي الخراج والجزية والعشور، ويعتبر في يعني موردا عاما يكون للرسول ولولي الامر من بعده حق التصرف بما يخدم مصلحة عامة المسلمين. الغنيمة عكس الفيء، الغنيمة عكس الفيء بتعريفها، الغنيمة هي كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار او من المشركين بعد قتال وبعد حرب وبعد غزو. الغنيمة يا شباب كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بعد قتال او بعد غزو او بعد حرب او بالغلبة والقهر يعني، وبناء عليه توزع اموال الغنيمة من غير الارض، يعني الحاجات اللي غير الارض توزع على المقاتلين، بياخدوا اربع اخماس والخمس بيروح لبيت مال المسلمين. يعني الغنائم دي بتتقسم خمس اخماس، الخمس منها يدخل لبيت مال المسلمين بامر ربنا سبحانه وتعالى، والاربع اخماس بتتوزع على الفاتحين اللي بيشاركوا في الغزوه او في الحرب. عرفنا الفرق بين الفيء والغنيمه. ثالث مصدر من مصادر الايرادات العامه من السياسه الماليه في نظام المال الاسلامي الشباب هي الجيزيه. هي مشتقة من الجزاء، وهي مبلغ من المال يفرض على من دخل في ذمة المسلمين وعاهدهم. زي مين بقى؟ الجيزية بتفرض على مين يا شباب؟ بتفرض على أهل الذمة أو الذميين أو أهل الكتاب. مين هم أهل الذمة أو الذميين أو أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لو عايشين في بلاد المسلمين فربنا فرض عليهم الجيزية، والجيزية هي مبلغ مالي بيفرض على غير المسلمين من اليهود والنصارى، من الذميين اللي هم أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وده بيان لعزة المسلمين وقوتهم وصغار الكافرين او صغار اليهود والنصارى في هذا الشأن. رابعا الخراج. الخراج طبعا مقابل حمايتهم والحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم والكلام ده، فبيدفعوا الجزية طالما ان هم راضوا يعيشوا في بلاد المسلمين. رابعا الخراج. الخراج هو مصدر من مصادر الايرادات العامة في النظام المالي في السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي او في الصدر الاسلامي. الخراج والخراج هو عبارة عن ايه يا جماعة؟ الخراج هو فريضة مالية تفرض على الأراضي الزراعية مقابل الانتفاع بها. فريضة تفرضها الدولة على الأراضي الزراعية مقابل حق الانتفاع بها، لأن المسلمين لما كانوا بينتصروا في غزو أو حرب فكانوا بيحصلوا على الأراضي. ولكن عمر بن الخطاب لما استشار الصحابة قال لهم ايه رأيكم نسيب الأراضي في إيدينا أصحابها اللي ما رضوش يدخلوا في الإسلام ونفرض عليهم ما يسمى بالخراج. والخراج هو ما يفرض على الاراضي الزراعيه اللي على التجاره بقى، على الاراضي الزراعيه مقابل حق الانتفاع، مقابل ان هم ينتفعوا بيها. الامور واضحه زي كده يا شباب؟ احنا ندخل على صفحه 56، الامور واضحه ولا مش واضحه؟ لا، هو بيفرض على الاراضي الزراعيه، يعني هو قد يكون حاجات عينيه او نقديه، قد يكون اموال او جزء من المحصول، قد يكون اموال او جزء ايه من المحصول. خامسا يا شباب من مصادر الايرادات العامه للدوله ألا وهو لا، الخراج بيفرض على غير المسلمين ممن لم يريد أن يدخل في الإسلام، لكن يسيب له الأرض بتاعته يزرعها وياكل منها وأسرته وكل حاجة، لكن مقابل كده طالما ما رضيتش تدخل في الإسلام فلازم تدفع الخراج. الخراج وهو فريضة مالية أو يعني جزء من المحصول أو جزء نقدي أموال بنفرض عليك مقابل إن إحنا نسيب الأرض تنتفع بيها وتعيش فيها تاكل وتشرب منها. فهو جزء قد يكون مالي أو عيني من المحصول، أو جزء مادي وجزء عالي من المحصول. واضح يا شباب؟ ننتقل الى صفحه 56 وبنتكلم فيها على العشور. العشور هو مصدر اصلي برضه من مصادر الايرادات العامه في السياسه الماليه في النظام المالي الاسلامي. العشور بيمثل يعني زي الرسوم الجمركيه في الوقت الحالي. زي الرسوم الجمركيه في ايه يا جماعه في الوقت الحالي؟ هو عباره عن ما تحصل عليه الدوله من التجار الذين يمرون بثغور الاسلام او بيمرون صغار الاسلام بتجارتهم، يعني الناس غير المسلمين اللي بيجوا يتاجروا في او التجار اللي بيجوا يتاجروا في بلاد المسلمين يعني، وكان ياخذ من اهل الحرب او اهل الكفار يعني، كان بياخذ منهم العشر، ومن اهل الذمه او الذميين يؤخذ منهم نصف العشر، اما المسلمين فياخذ منهم
من كل 40 درهم درهم، من كل 40 درهم او ربع العشر، يعني زي موضوع الزكاة الاموال كده. وبناء عليه دي العشور، والعشور هي مصدر اصلي ولا استثنائي؟ مصدر اصلي من مصادر الايرادات العامة للسياسة المالية في النظام المالي الاسلامي. بعد كده بنتكلم على مصادر بقى، هنقول ان هي مصادر ليست اصلية ولكنها استثنائية. المصادر اللي قبل كده ليها اصل في الشريعة، في القرآن، في السنة، مع الصحابة والكلام ده. لكن المصدرين الجايين دول يا شباب هي مصادر بقى ليست اصلية. ليه؟ لان ملهاش اصل في الشريعة. هم مصدرين نتكلم عليهم ليسوا اصليين، وانما هو هم استثنائيين في نظام الاقتصاد الاسلامي، بينما هم مصادر اصليه في النظام الغربي، في الاقتصاد الغربي الراسمالي الشيوعي او الاشتراكي، هم مصادر اصليه زي الضرائب والقروض العامه، هي مصادر اصليه في النظام الوضعي او النظام الغربي، الاقتصاد الغربي. لكن عندنا في النظام الاقتصاد الاسلامي المفروض ان المصادر دي اصليه ولا استثنائيه يا شباب؟ الضرائب والقروض العامة هل ليها اصل في الشريعة ولا ليس لها اصل في الشريعة؟ هل يجوز فرضها ولا لا يجوز فرضها؟ هي استثنائية وليست اصلية، استثنائية وليست اصلية في الاقتصاد الاسلامي. بينما في الاقتصاد الغربي فهي اصلية. ليه بقى؟ لان ما لهاش اصل في الشريعة الاسلامية. لما نتكلم على الاقتصاد الاسلامي وبيعتمد على الشريعة الاسلامية كمرجعية رئيسية، لا في اصل بالقروض، لانها بتعتمد على الربا، والربا حرام والاسلام حرم الربا، وبالتالي القروض المفروض ما تكونش موجودة بأي فايدة، سواء بسيطة ولا مركبة ولا كبيرة ولا صغيرة. ايضا الضرائب ملهاش اصل ايضا في الشريعه، لان احنا عندنا الزكاه مش عندنا ضرائب المفروض يعني. بس هل يجوز لولي الامر ان يلجا الى الضرائب او القروض العامه؟ هل يجوز لولي الامر ان يلجا الى الضرائب او القروض العامه؟ يجوز ولا لا يجوز يا ترى؟ طبعا العلماء والفقهاء قالوا انه لا يجوز، بعض العلماء قال لك لا يجوز لان ملهاش اصل في الشريعه. والبعض اللي قالوا ان هي بتجوز بس بشروط، يجوز فرض ولي الامر فرض الضرائب او القروض او اللجوء للقروض العامه بشروط. يبقى يا جماعه العلماء في قسم قال لك لا يجوز لانها مخالفه للشريعه الاسلاميه ولا يوجد لها اصول في الشريعه الاسلاميه، والربا حرام بالنسبه للقروض. وبعض العلماء والفقهاء التانيين قالوا تجوز بشروط. يا ترى ايه الشروط بقى يا جماعه؟ الشروط اول حاجه اذا عجزت موارد بيت مال المسلمين الاصليه اللي قلنا عليها قبل كده، الزكاه والفي والغنيمه والعشور والى اخره والحاجات اللي قلناها، لو عجزت عن الوفاء بالاحتياجات الاساسيه للمسلمين، في عجز، في ضروره، في حاجات مش عارفين نعملها، وموارد بيت مال المسلمين الاصليه والاساسيه عجزت عن الوفاء بيها وما كفتش، ساعتها ممكن نلجا للضرائب، او ولي الامر يلجا لفرض الضرائب، او يلجا للحصول على قروض عامه. ايضا ده مش شرط واحد، ده في شروط ثانيه. الشرط الثاني يا شباب أن تتصف أو تتسم بالعدل في مجزرها ولا العار ترجي بيتها. بنتكلم على الضرايب. يعني أنت ولي الأمر لما تفرض ضريبة ما تخليش الفقير يدفع زي الجنب، ها؟ والمتوسط يدفع زي الفقير والجنب، لا. نعملها شرائح كده. ممكن في طبعاً من الفقراء نقول لهم إيه؟ الفقراء نقول لهم لا أنتم معفين من الضرايب مثلاً. وفي طبقة تانية نقول لهم لا تدفعوا ضرايب بنسبة بسيطة. في طبقة تانية الغني يدفع ضرايب أكتر. وهكذا لازم يبقى في عدالة في فرض الضريبة، ما نسويش من الناس. وضع الماء عشان يبقى في عدالة. مراعاة لمستوى المعيشة لكل فرد في المجتمع. الشرط الثالث يا جماعة مش تفرض كده بعشوائية، لا تفرض بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. دول الثلاث شروط الأساسية للجوء للضرائب كمصدر من مصادر الإيرادات العامة في ظل النظام المالي الإسلامي. ليه بقى؟ لأنها مصادر استثنائية وليست أصلية. الضرائب والقروض العامة. هل يجوز فرضها؟ في كتير من العلماء قال لك لا يجوز لانها مخالفه للشريعه الاسلاميه، والبعض قال يجوز بشروط. ايه هي الشروط الثلاثه اللي قلناهم ده من شويه شباب؟ قال يكون هناك عجز مرد بيت من المسلمين ولا تكفي، يعني ان تتسم بالعدل في مقدار غلاها وترد بدايتها، ان تفرض بقدر الحاجه وبقدر الضروره، وطبعا للحاكم صلاحيات معينه لتنظيمها مما يحقق الهدف المصلحه العامه للمسلمين وافراد المجتمع جميعا. مثل القروض، القروض ما ينطبق على القروض ينطبق، او ما ينطبق على الضرائب ينطبق على القروض. القروض هل هي مصدر اصلي ولا استثنائي؟ هل القروض هي مصدر اصلي ولا استثنائي زي الضرائب؟ استثنائي زي الضرائب بالظبط كده. ايضا متى يلجا اليها؟ يلجا اليها بنفس الشروط الصادقه. فعندما تعجز الدوله عن تغطيه النفقات الاخرى فلا ان تقترض، وهناك ضوابط للاقتراض ومن ابرزها برضه نفس الشروط اللي قلناها. عدم مرضة المسلمين، وجود حاجة حقيقية ملحة للاقتراض، وعدم الزيادة على قدر ما يسد الحاجة، وأن يلجأ إلى القروض الحسنة أولا أو القروض ذات الفوائد البسيطة ثانيا وهكذا، لأن ملهاش أصل في الشريعة. شباب هي مصادر استثنائية.
بعد ما بدلنا المصادر دي يا شباب، يا ترى بقى عايزين النظام المالي الاسلامي ده عايز يعمل ايه؟ يا ترى ليه اهداف النظام المالي الاسلامي؟ هل في اهداف عايز يحققها النظام المالي في الاقتصاد الاسلامي؟ هل في اهداف عايز يحققها؟ وهي ايه الاهداف دي يا شباب؟ طبعا اللي عنده محاضره ثانيه ممكن يستاذن او ينسحب، مش لازم يستاذن ولا حاجه، ينسحب ويروح لمحاضرته الثانيه واللقاء بيتسجل يا شباب. فاحنا كده كده يعني بنخلص في الفصل الدراسي بالتوفيق ان شاء الله للجميع، على اساس ان اللقاءين الجايين ان شاء الله لو فضل لنا حاجه ما شرحناهاش هنكمل شرح، وهنعمل مراجعه بقى ندربكم ازاي نكون اسئله صح او غلط او اختيار متعدد، ونحاول ننوع في الاسئله على المقرر كله كده على الموضوعات المختلفه بتاع المقرر كله ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله. بس ربنا يسهل في البرنامج اللي بيتعبنا ده. اهداف النظام المالي عايز يعمل ايه بقى النظام المالي يا جماعه؟ مين مجمع الايرادات ده وعايز يعمل ايه؟ يمكن حصر اهداف النظام المالي في الدوله الاسلاميه في ثلاث اهداف رئيسيه يا جماعه. اول حاجه حراسه الدين وحمايه القيم. نحافظ على الدين ونحمي القيم ونحمي الوطن ونحمي المجتمع. ثانيا حسن استغلال وتخصيص الموارد والطاقات. الطاقات نستخدمها استخدام كويس واستخدام رشيد واستخدام امثل، بحيث كل حاجه توضع في موضعها الصحيح، في موضعها الصحيح. حسن توزيع الثروات والدخول بين الافراد بحيث ما نعملش فجوه او ان نخلي الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، لا اللي عايزين الناس كلها تعيش مستوى حياه معيشي او مستوى معيشي مناسب، او نقلل الفجوه في توزيع الدخول والثروات ما بين افراد المجتمع، وبناء عليه الكل يعيش حياه كريمه برضا وبصفاء نفسي. نيجي نتكلم على احنا جمعنا الايرادات، سواء ايرادات من مصادر اصليه او مصادر استثنائيه زي الضرائب والقروض العامه اذا انطبقت عليها الشروط. يا ترى بقى الايرادات دي نوديها فين؟ هنبتدي نصرف منها، انت مش بتاخد مرتبك، انت بتاخد مرتبك او دخلك الشهري بتعمل فيه ايه؟ بتبتدي تقول والله اصرفه عليه، انت بتشوف الاولويات بتاعتك هتنفق على ايه رقم واحد، اولويات اهم في الموقف والاقل اهميه. واضح شباب، بتحاول تعمل توازن ان نفقاتك ومصاريفك ما تزيدش عن الدخل بتاعك. هي دي نفس القصه بالنسبه للدوله في النظام المالي والسياسه الماليه. النفقات على اي حاجه شباب هي الجناح الثاني للسياسه الماليه، وهي الركن الثاني للسياسه الماليه. ايرادات عامه ونفقات عامه، جانبين، ايرادات عامه ونفقات عامه، ولازم يبقى في توازن بينهم. النفقات العامه شباب بنقسمها لنوعين من النفقات. يمكن تقسيم النفقات العامه او تقسيم مجالات النفقات العامه في السياسه الماليه النظام المالي الاسلامي الى قسمين. يا ترى النفقات ايه هم القسمين؟ الاثنين عكس بعض الحقيقه، وشرحهم زي اسمهم. شرحهم زي اسمهم. وحاجات سهله بسيطه، يعني هنقول النفقات العامه بنقسمها لحاجتين، في نفقات مخصصه وفي نفقات غير مخصصه. في نفقات مخصصه وفي نفقات غير مخصصه، والاثنين عكس بعض في التعريف. يعني ايه عكس بعض في التعريف؟ لو خدنا مثلا النفقات المخصصه وامثله عليها الاول. النفقات المخصصه هي ايه يا شباب؟ الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ النفقات المخصصه زي ايه يا شباب؟ تعريفها الاول، خليني اقول تعريفها عشان نعرف الفرق بين تعريفها وتعريف النفقات الغير مخصصه. النفقات المخصصه هي تلك النفقات التي لا يجوز للدوله او لولي الامر التصرف فيها الا في حدود المصارف التي حددها الشارع الحكيم، مثل الزكاه والوقف، زي اموال الزكاه والوقف. ومين فرض الزكاه؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب مين اللي قال؟ مين اصحاب الحقوق في الزكاه؟ مين اللي ياخدوها بعد ما يجمعها؟ ربنا اللي حددهم في الايه الكريمه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمالكه قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الى اخر الايه. هم ثمانيه اصحاب الحقوق في الزكاه. مين اللي قال الثمانيه دول ياخدوا الزكاه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حددهم. فدي نفقات مخصصه ما اقدرش احيد عنها، ما اقدرش اعمل حاجه بمزاجي، لا لازم اتبع اللي ربنا قال عليه. ثانيا الوقف، كذلك الوقف برضه من النفقات المخصصه، النفقات المخصصه تعتبر زي الزكاه والوقف يا جماعه، ودي مهمه جدا. الزكاه عرفناها، الوقف بقى هو ايه؟ الوقف هو حبس المال اللي عن التداول لانفاقه في الخير، او حبس المال وتوجيهه الى الخير، حبس المال في مجال معين وتوجيهه الى الخير، او انفاقه في الخير في مجال معين. يعني الوقف حسب الوصي ما بيقول في وصيته، لو فرض مثلا الوصي قال قطعه الارض دي يا جماعه بعد ما تلفى مثلا اعملوها مستشفى لمعالجه الفقراء بالمجان، مستشفى لمعالجه الفقراء بالمجان، الراجل قال في وصيته كده واصبحت وقف. طب هل ينفع نعمل المكان ده مدرسه او مسجد بدل المستشفى؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هل ينفع نغير في الوصيه بتاع الراجل ونعمل اللي احنا عايزينه؟ ولا لازم تتعامل زي ما الوصي قال؟ لا لازم تتعامل زي ما الوصي قال، لذلك هي نفقات مخصصه ما ينفعش اغير فيها. يبقى زي الزكاه واموال الوقف هي نفقات ايه غير مخصصه.
طب النفقات غير مخصصة لو استثنينا الزكاة والوقف كل المصادر الأخرى هي نفقات غير مخصصة. طب تعريفها هو يا شباب هي عكس النفقات المخصصة. نشوف التعريف كده. هي تلك النفقات التي ها لم يحدد الشارع الحكيم لمصادرها او مصادرها وليست لها مصارف محددة من الصفة في ما لا بل ترك الولي الامر او الدولة نيابة على المجتمع بمساعدة اهل الشورى من المسلمين من اهل الرأي والحكمة والخبرة تنزيل وترتيب اول انفاق لمحقق المصالح العامة للمسلمين. زي ايه يا ترى بقى؟ زي ايه المصادر التانية دي؟ هل من الزكاة؟ لا، الزكاة نفقات مخصصة. هل من الوقف؟ لا، الوقف نفقات مخصصة. استبعد الزكاة الوقف تعتبر نفقات مخصصة والباقي بقى كله بيندرج تحت النفقات الغير مخصصة. زي ايه يا شباب؟ زي الخراج من العشور واموال الفيء والضرائب وايرادات ملكية الدولة والغنيمة والقرائض والضرائب والقروض العامة اذا وجدت يعني بشروطها وهكذا. طب ننفق منها على ايه بقى؟ الحاجات دي ننفق منها على ايه؟ ناخدها نستخدمها في ايه؟ من أمثلة النفقات الغير مخصصة الحاجات دي مهمة جدا يا شباب. من أمثلة النفقات الغير مخصصة زي ما زي نقدر نقول في ثلاث مجالات. من أمثلة النفقات المخصصة توفير الأمن الداخلي والخارجي والدفاع عن العقيدة. إزاي؟ من تحقيق القوة والعزة بقى للمسلمين وفي الاقتصاد الإسلامي وغيرها من الأمور اللي ممكن بقى بناء المساجد وإنشاء أجهزة الحسبة والطرق والكباري وغيرها من مصالح المسلمين اللي بننفق منها تكون جيش قوي مسلح شرطة قوية قضاء قوي مساجد دور عبادة مستشفيات إلى آخره. أيضا بننفق من النفقات الغير مخصصة على إيه تاني؟ من أمثلة النفقات الغير مخصصة في المجالات الاقتصادية بقى إن إحنا نعمل مشاريع بقى على اختلافها، مشاريع زراعية، مشاريع صناعية، مشاريع تجارية، مشاريع خدمية، مشاريع تجاري ربح للدولة وتدخل في ميزانية الدولة وتحقق مصالح المسلمين وتحقق أرباح وغيرها وإلى آخره. ايضا من اوجه النفقات الغير مخصصة بتكون في المجالات الاجتماعية كمان. الامور واضحة كده؟ الامور واضحة يا شباب اللي موجودين معانا في اللقاء؟ الامور واضحة والامور ماشية؟ واضح. طيب من امثلة او من اوجه النفقات الغير مخصصة في المجالات الاجتماعية توفير المستوى المعيشي المناسب للفئات الغير قادرة بقى لأمنة الضمان الاجتماعي، إعانة بطالة، معاش بعد التقاعد، دعم مالي، مساعدة ذوي الاحتياجات وغيرها، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمعاهد والمؤسسات التدريبية اللي بيحتاجها الناس لتنمية مهاراتهم والمحافظة على صحة أجسامهم وثقافتهم وغيره وغيره من الكلام اللي بيقولوه ده. طيب لو فرض إن أنت وزير أو أنت وزيرة مسؤولة عن وزارة معينة، هل يكون مش كل وزارة لها ميزانية؟ هل الميزانية دي أنت بتاخدها تحطها في جيبك وخلاص؟ لا يعني بتقول الفلوس دي بتاعتي ولا الفلوس دي بتاع مين اصلا؟ بتاع الدوله، بتاع المجتمع، بتاع الناس كلها. هل انت بقى تعمل فيها اللي انت عايزه ولا لا في ضوابط بتحكمك؟ في ضوابط بتحكمك ولا لا؟ في ضوابط بتحكمك. يبقى اذا ايه ضوابط النفقات العامه؟ انت لو مسؤول عن نفقات عامه سواء نفقات مخصصه او غير مخصصه، احنا خدنا العلم ان النفقات العامه نفقات مخصصه ونفقات غير مخصصه، سواء كنت مسؤول عن نفقات مخصصه او نفقات غير مخصصه، يا ترى تعمل فيها اللي انت عايزه ولا في ضوابط بتتحرك من خلالها؟ لا في ضوابط بتتحرك من خلالها وفي ضوابط كثيره قاعده عليها. ايه الضوابط دي بقى يا شباب؟ الضابط هم ثلاث ضوابط طبعا، اجمالا هم ثلاث ضوابط، ضابط تحقيق العدل والرشد، العدل والرشد، ضابط تحقيق المصلحه، ضابط الرقابه. كم ضابط يا شباب؟ كم ضابط؟ كم ضابط؟ ثلاث ضوابط، تحقيق العدل والرشد، تحقيق المصلحه، الرقابه. يعني ايه العدل والرشد؟ يعني انت لو مسؤول عن اموال الدوله لازم يكون عندك عدل في التصرف فيها ورشد في استخدام هذه الاموال، لا تشرف ولا تبذر ولا الكلام ده، وتحط كل حاجه في موضعها وما تحاديش ناس على حساب حد، يعني قرايبك على حساب ناس تانيين او في اتحادي الاغنياء على حساب الفقراء، لا لازم يبقى في عداله في التصرفات. الضابط الثاني هو تحقيق المصلحه. تحقيق المصلحه بقى لجميع افراد المجتمع وجميع افراد عامه المسلمين بما يحقق مصلحه المجتمع بما يحقق مصلحة حي المجتمع. الضابط الثالث يا شباب الا هو الرقابة. الا هو ايه؟ الرقابة. والرقابة الحقيقة المفروض ان يكون في رقابة ذاتية من بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب لو طلع الفرد ده فاسد وضميره تعبان، نسيبه بقى يعمل اللي عايزه في الاموال العامة بتاع الدولة دي سواء زكاة ولا نفقات مخصصة ولا غير مخصصة هو مسؤول عنها، نسيبه ولا نحط له رقابة بشرية بقى؟ لا نحط له رقابة بشرية كمان علشان الامور تستقيم وما يلم على الفساد والرشوة والمحسوبية والكلام السيء ده كله.
طيب دي ضوابط النفقات العامة. النظام النقدي الإسلامي يا جماعة وتحديدا أهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي الحقيقة يعني ممكن يعني أخذ رأيك في حاجة. أنا الحقيقة ممكن أخلص في 10 دقائق لأننا هنتوقف عند صفحة 63 لغاية نص صفحة 63 كده والباقي هنلغيه يا شباب. يعني لو عايزين نكمل بقى 10 دقائق فاضلين منها ونخلص المقرر بتاعنا لأن احنا هيبقى معانا لغاية المحاضرة رقم 25 يعني من المحاضرات رقم 26 اللي هي من صفحة 63 للمحاضرة 26 بتبدأ من 26 لغاية الآخر هنلغيه تسهيلا عليكم عشان الاختبارات قربت والكلام ده كله يا شباب. فاحنا ممكن يكون معانا 10 دقايق ونخلص المقرر شرح بحيث اللقاءين الجايين ان شاء الله عز وجل يكونوا مراجعة يكون ايه مراجعة. فممكن نكمل يا شباب ال 10 دقايق دول ونخلص المقرر بتاعنا والمرة الجاية ان شاء الله واللي بعديها تكون مراجعة نهائية. ها طيب الله يكرمكم نكمل بقى. وده مصلحة على فكرة ليكم مصلحة كبيرة ان انا لغيت اهو لغيت اخر 5 محاضرات اللي هم من 26 لغاية 30 26 27 28 29 30 المحاضرات دي ملغية اللي هي من منتصف صفحة 63 وإلى نهاية الورق من صفحة من منتصف صفحة 63 لغاية صفحة 77 بعد كده ملغي من منتصف صفحة 63 مش 63 كلها ملغية لا من منتصف صفحة 63. نكمل بقى مع بعض نكمل. يا ترى يا شباب النظام النقدي الإسلامي وتحديد الأهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي احنا خدنا النظام المالي النظام النقدي بقى النظام النقدي يا شباب مش هنتكلم فيه كتير الحقيقه لكن خلينا اللي بيهمنا اكتر في الموضوع دوت طبعا في القطاع المصرفي في بقى مؤسسه النقد العربي والبنك المركزي والبنوك التجاريه والقطاع المالي كله هو المسؤول عن النظام النقدي. لكن ايه الاهداف يا ترى؟ ايه اهم الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي؟ ايه اهم الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي؟ الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي هي 4 اهداف يا شباب هي 4 اهداف ويهمني كرئيس افلام تكون عارفينهم. ما هي اهداف النظام المالي؟ الاهداف الاولية هي ايه بقى؟ صفحة 58 احنا دلوقتي الشباب تحت 5 اهي اهم الاهداف الاولية للنظام النقدي الاسلامي الاهداف الاولية للنظام النقدي الايه؟ الاسلامي. اول هدف ان احنا عايزين نساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. النظام النقدي الاسلامي عايز يعمل ايه؟ عايز يحقق تنمية اقتصادية يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. ثاني حاجة يساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية تحقيق عدالة ايضا بيساهم في تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية العملة بتاعتي تبقى قوية مش مستقرة. ها رقم 4 والهدف الاولي الاخير للنظام النقدي الاسلامي تحقيق التخصيص الامثل للفوائد المالية يعني استخدام امثل للفوائد المالية اللي بتخيط في الميزانية لازم نستخدمها استخدام امثل. ها وطبعا بعد كده بيشرح لك كل هدف بالتفصيل ازاي نحققه اللي هو الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية ازاي نعمله. يعني يا ريت تقروا بقى كل هدف من الاهداف الاربعه دول يا شباب تقروه كده من الاطلاع يعني ممكن يعني مش هسالك فيه كتير لكن الاهداف الرئيسيه دي تهمني الاهداف الرئيسيه دي ورؤوس الاقلام الاربعه دول يهموني جدا لكن كل هدف منهم ازاي يتحقق يعني نسيبه للاطلاع كده وايه وزياده معلومات بالنسبه لكم اللي هو الاسهام في تحقيق التنميه الاقتصاديه اولا كيف يتحقق الهدف الاولاني اكيد باساليب معينه مكتوبه بعديها الانتاج مش عارف ايه النظام النقدي ايه النظام النقدي يسهم في تحقيق التنميه ازاي. بعد كده الهدف الثاني يا شباب وازاي نحققه اللي هو الاسهام في تحقيق احنا في صفحه 59 يا شباب. الهدف الثاني هو ايه بقى يا جماعه؟ الهدف الثاني الاسهام في تحقيق العداله الاقتصاديه والاجتماعيه. الهدف الثاني هو تحقيق الايه؟ العداله ازاي نحقق العداله الاقتصاديه والاجتماعيه من خلال عمليه التوزيع العادل للدخول والثروات يتبعوا الى الشرائع الاسلاميه يعني هو توزيع عادل لدخول الثروات. مش معناه المساواه التامه بين الناس في الدخول والثروات او مش معناه ان احنا نزيل الفوارق بين الناس لا احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ يعني ايه عداله توزيع الدخول والثروات بالمفهوم الاقتصادي الاسلامي؟ هل نساوي بين الناس تماما في الدخول والثروات تدي كل ضرائب ولا هل نلغي الفوارق بين الطبقات وبعضها؟ هل نزيل الفوارق تماما ولا معناه ايه العداله؟ ولا معناه ندي فرصه متساويه للناس؟ ايوه معناه ندي فرصه متساويه للناس وليس تساوي في الدخل والثروه، ومعناه كمان ان احنا مش هنلغي الفوارق، لا ان معناها تقليل الفوارق، تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات. معناه ان احنا نوفر مستوى معيش مناسب لكل فرد، حتى الفقير يلاقي حياه كريمه يعيش. واضح يا شباب؟ فهمنا يعني ايه العداله في توزيع الدخول والثروات؟ على اي حال ده كان الهدف الثاني، الهدف الثالث يا شباب
تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية، تحقيق الاستقرار في قيمة العملة، تحقيق الاستقرار في قيمة الريال. واضح؟ باعتبار العملة القومية بتاعتكم والريال السعودي. وبناء عليه ده الهدف الثالث اللي هو تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية. ازاي؟ في كلام كتير تقروه للاطلاع كده يعني. نيجي بقى للهدف الرابع اللي هو صفحة يا شباب 61. صفحة 61 يا شباب. الهدف الرابع بيقول ايه؟ تحقيق التخصيص الامثل للفوائد المالية. ازاي برضو؟ تقروا الحاجات اللي تحتيه تطلع عليها من الاطلاع، الحاجات اللي تحتيها الاطلاع عليها من رؤوس الافلام اللي هي الاهداف الاربعة الاساسية تبقوا عارفينها، والباقي ممكن يكون يعني من الاطلاع. نيجي بقى السياسة النقدية مفهومها واهميتها. عايزين نعرف ايه السياسة النقدية وايه مفهومها وايه اهميتها. احنا في صفحة 61 تحت كده شباب. صفحة 61 تواصلوا معايا واكتبوا اي حاجة توضح ان انتم متابعين. الناس اللي موجودة التسعة اللي موجودين دول معانا على اللقاء الحي يتابعوا معانا، لان احنا خلاص يعني 5 دقايق ونخلص، بحيث ما خلصنا المقرر بتاعنا. المرة الجاية ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا لقاءين، هيكونوا لقاءين مراجعة، اللقاء الحادي عشر واللقاء الثاني عشر 11 و12 ان شاء الله يكونوا مراجعة. واحنا سهلنا عليكم بفضل الله عز وجل، سهلنا عليكم علشان الاختبارات قربت، وهنلغي من منتصف 63 لغاية نهاية تذكرها هيكون ملغي، يعني الخمس مقابلات الاخيره 26 27 28 29 30. السياسه النقديه على صفحه 61 حاليا شباب. السياسه النقديه مفهومها واهميتها. اول حاجه عايزين نعرف السياسه النقديه. هي السياسه النقديه هي اي سياسه يا جماعه؟ سياسه زراعيه، سياسه صحيه، سياسه تعليميه، سياسه مش عارف اقتصاديه. هي بتكون مجموعه من الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بهدف ضبط السيوله في المجتمع، بهدف ضبط عرض النقود، بهدف ضبط كميه النقود في المجتمع. يبقى هي مجموعه من الاجراءات اللي بيتخذها المصرف المركزي او مؤسسه النقد العربي بالنسبه لكم، اللي هو بالمركز المركزي بالنسبه لكم اسمه مؤسسه النقد العربي. بيتخذ الاجراءات دي ليه؟ علشان يتحكم في عرض النقود، او يعمل عمليه ضبط وتنظيم كميه النقود في المجتمع اللي هي السيوله. عايز يعمل سياسه توسعيه يزود السيوله، ولا يقللها يعمل سياسه انكماشيه. واضح يا شباب؟ فده تعريف السياسه النقديه، تبقوا عارفينه، تبقوا عارفينه. طب هي عايزه تعمل ايه السياسه النقديه بقى كهدف واهميه ليها؟ لتحقيق اهداف المجتمع الاقتصادي طبعا. يعتبر استقرار مستوى العام للاسعار النقد النقديه من اهم اهداف السياسه النقديه والتسعى لتحقيقها. وبناء عليه ان احنا عايزين نعمل استقرار في العمله من خلال السياسه النقديه اللي احنا عرفناها. وطبعا في تكامل ما بين السياسات، سواء سياسات ماليه او سياسات نقديه، في تكامل ما بين السياسات وبعضها. بعد كده عايزين نعرف يا ترى مين المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه. احنا في صفحه 62 يا شباب، صفحه 62 يا شباب. مين هي المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ من هي المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ اول حاجه البنك المركزي او المصرف المركزي او مؤسسه النقد العربي بالنسبه لكم. ده البنك المركزي بالنسبه لكم اسمه مؤسسه النقد العربي. في الدول الثانيه اسمه البنك المركزي المصري، البنك المركزي الفرنسي، البنك المركزي الامريكي. عندكم اسمه ايه بقى؟ البنك المركزي بتاعكم اسمه ايه؟ اسمه مؤسسه النقد العربي. واضح يا شباب؟ هو ده اول جهه مسؤوله عن تنفيذ السياسه النقديه. مين كمان؟ الجهاز المصرفي. والجهاز المصرفي ده مقصود بيه بقى المصارف التجاريه الخاصه والمؤسسات الماليه الخاصه وغيرها من اللي بتشتغل كبنوك تجاريه وغيرها ومصارف تجاريه. هي بتمثل جهاز مصرفي ايضا مسؤول برضه مع البنك المركزي، مسؤولين عن تنفيذ السياسه النقديه. يعني كلهم مع بعض، البنك المركزي والبنوك التجاريه، كل ده مسؤول عن تنفيذ في السياسه النقديه. النقابي مش معانا، لكن انا عايز الحاجات الرئيسيه. مين المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ المصرف المركزي، والجهاز المصرفي المتمثل في المصارف التجاريه الخاصه والمؤسسات الماليه الخاصه وغيرها. وبناء عليه وبالتالي لازم يبقى في تكامل ما بين اجهزه الدوله الماليه النقديه في تحقيق استقرار الاسعار، حتى لا يؤدي ارتفاع الاسعار الى خفض قيمه العوائد النقديه، او ما يحصلش تضخم في البلد يعني في ارتفاع اسعار غير طبيعي وغيره. اخر جزئيه بنتكلم عليها صفحه 63 يا شباب، رؤوس اقلام. رؤوس اقلام ماشي اوكي. صفحه 63 يا شباب واخر جزئيه بنقولها، اللي هي بقى هي ناخد بس المقصود بالاستقرار وخلاص على كده. ستوب. ما هو المقصود بالاستقرار يا شباب؟ ما هو المقصود بالاستقرار؟ هنتوقف عنده ويبقى دي اخر حاجه في المقرر بتاعنا. المقصود بالاستقرار صفحه 63 في المنتصف كده. المقصود بالاستقرار هو ايه؟ هو الحد من التقلبات في الاسعار في الاجل القصير والطويل بدرجه تقترب من مرحله تثبيت الاسعار.
وذلك حتى تختفي الاثار التوزيعيه السيئه وغير العادله لدخول الثروات، وحتى يعمل الاقتصاد بسلاسه وبسهوله بعيدا عن الدائرات التجاريه وغيرها مما هو ملازم للنظام الراسمالي او التقلبات الاقتصاديه الحاده. ده تعريف الاستقرار. والتعريف الاستقرار بنكون كده خلصنا اللي باقي ده، باقي الحاجات اللي بعد كده من صفحه 63 لغايه بعض الاستقرار ده، ها يعني نقول ملغي مش هناخده خلاص، مش هسالكم فيه في الاختبار ولا حاجه. واضح كده يا شباب؟ طبعا الناس اللي موجوده دي يا ريت تبقى تدخلوا على المنتديات وتقولوا اللي من صفحه، او بتقول يعني لان في مذكرات مختلفه وصفحات بتختلف، قولوا من المحاضره رقم 26 للاخر ملغي، من المحاضره رقم 26 الى المحاضره رقم 30 او لاخر المذكره ملغي، او قولوا من المذكره بتاعتنا اللي موجوده على المنتدى من منتصف صفحه 63 الى نهايه المذكره لغايه صفحه 77 ملغي. وانا بحاول اكتب برضه على المنتدى ان شاء الله بتاع المقرر. يا ريت تكون مبسوطين يا شباب من اللي احنا عملناه النهارده، ان احنا خلصنا المقرر بتاعنا وسهلنا، ربنا يسهل على الجميع كده ان شاء الله. سهلنا عليكم عشان تذاكروا وتنتبهوا بقى للاختبارات النهائيه قربت. ومعرفش الاختبار بتاعكم ايه؟ عارفين اكتبوا لي كده الاختبار بتاعكم هيكون امتى ان شاء الله تحديدا؟ تاريخ كام؟ تاريخ كام هجري؟ عارفين ولا عارفين؟ تاريخ الاختبار النهائي بتاع المقرر بتاعنا هيكون امتى؟ يوم 22؟ 22 ايه بقى؟ 22 شعبان 22/8؟ هيوافق يوم ايه؟ هيوافق يوم ايه يا شباب؟ 22/8 ده هيوافق يوم ايه؟ 22 شعبان اه شهر 8 شعبان هيوافق يوم ايه يعني؟ يوم ايه في الايام يعني؟ 3 2 كده يعني؟ يوم ثلاثاء؟ على اي حال مفيش مشكله زي ما انتم عارفين جدولكم، عشان تشدوا حيلكم. وان شاء الله احنا كده يا شباب خلصنا المقرر بتاعنا، خلصنا المقرر بتاعنا شرح تمام. فاضل لنا لقاءين ان شاء الله الاسبوع القادم، هيبقوا في نفس المواعيد يوم الاحد ويوم الاربعاء الساعه 8:15، ربنا يسهل البرنامج ما يحصلش فيه اي مشكله. ان شاء الله عز وجل هيبقى فاضل لنا ان احنا نحل التكييف الذاتي الثالث اللي بعته لكم، كان 10 اسئله اختيار متعدد هنحله مع بعض في بداية اللقاء القادم. وهنبتدي بقى نراجع في شكل ندربكم ازاي تعمل اسئلة في شكل صح غلط او اختيار متعدد، ونقول اسئلة كتيرة على المقرر نحاول نغطي بيها المقرر كله كده في اسئلة تستفيدوا بيها ان شاء الله وتحصلوا علم كويس. وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق كلكم وتحققوا معدلات عالية باذن الله عز وجل. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده مع المشكلة بس اللي حصلت على البرنامج اللي ما كانش داخل من الموقع الرئيسي ويدونا موقع يعني. او ادينا لينك ورابط بديل للاداره ادتنا لينك بديل، من خلال اللينك البديل دخلنا على الموقع. في اي استفسار يا شباب؟ لان احنا خلاص خلصنا المحاضره وهنقفل، والمفروض كل الناس اللي موجوده من نفسها تطلع بره البرنامج عشان ما يحصلش مشكله في البرنامج ومده التسجيل للقاء تطول وما مشكله، فكل بيخرج ولا ما خرجتش انا بخرجكم من عندي غصب عنكم. على اي حال اتمنى لكم التوفيق، والى ان نلتقي في لقاء حي جديد ان شاء الله يوم الاحد القادم في تمام الساعه 8:15 مساء باذن الله. هيكون لقاء ال 11 واللقاء ال 12 يوم الاربع باذن الله. اللقاءين الجايين في الاسبوع الجاي باذن الله الاحد والاربع هيكونوا لقاءات مراجعه نهائيه في شكل اسئله تغطي المقرر كله باذن الله، وتتدربوا من خلالها ان انتم تلاقوا الماده سهله وتذكروها باسلوب انك ازاي تذاكر بشكل انك تحط اسئله او تحطي اسئله وتدربي نفسك على ان انت ازاي تصيغ اسئله صح وغلط واختيار متعدد على وانت ماشيه بتذاكري في المقرر وبتسمعي لقاءاتنا الحيه، ونقول تعليمات ونقول كل حاجه كده ونصايح عشان الاختبار ان شاء الله ربنا يوفقكم وتحققوا معدلات عاليه، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. اتمنى لكم التوفيق يا شباب، والى ان نلتقي والله يرضى عنكم جميعا يا رب.